في الفيديو بتاع النهاردة هنشوف ان احنا ازاي نتحكم في الطقس جوه كارلا، سواء باستخدام بارامترز جاهزة بتوفرها كارلا، او باستخدام البارامترز اللي احنا هنعدلها، او ان احنا نشغل كارلا في النايت مود. دلوقتي زي ما انت شايف كده برضو عملنا امبورت الكارلا، عملنا كونكت على السيرفر، خلينا التايم اوت 10، مش محتاجه كبير او كده 10. بعد كده عملنا جيت للورلد، لان انا مش هلود وورلد، انا هعمل جيت للورلد عادي. تعالى الاول نجرب ان احنا هنستخدم الطقس اللي كارلا نفسها عاملاه، مظبطه البارامترز بتاعته من غير ما انا اعدل البارامترز. لو دخلنا هنا على اللينك ده هتلاقي، لو انت نزلت لتحت كده شويه زي ما انت شايف، دي مجموعة طقوس يعني، او كذا طقس كارلا مظبطاهم. طريقة الاستخدام ان انت بتكتب carla.wizardparameters.ال الطقس اللي انت عايزه. فمثلا هنا هتعمل carla.wizardparameters.hardRainSunset مثلا، احنا استخدمنا الطقس ده ان هو ممطر جدا يعني، حطيناه في فاريبل اسمه ويزر. بعد كده هتعمل وورلد اللي هو الوورلد بتاعك اللي هنا، اللي هي البيئه الاصليه بتاع كارلا، وورلد دوت سيت ويزر بالويزر اللي احنا قلنا عليه ده. مجموعه السطور دي هتطبق لك الطقس اللي هو كارلا مظبطه البارامترز بتاعته، بحيث ان تعالى كده نشغل ونشوف الشكل هيكون عامل ازاي. زي ما انت شايف كده، لو انا شغلت هلاقي ان ده شكل الطقس مثلا، بقى مغيم وحاجه بالشكل ده كده، والمفروض ان في امطار اهي زي ما انت شايف على الطريق. طبعا انت ممكن تختبر كذا طقس تاني غير الطقس ده، يعني انت زي ما انت شايف كده عندك مجموعه طقوس هنا. يعني ممكن مثلا نشوف كلير سانست، بحيث ان انت هتيجي هنا كده وتعمل كنترول في بالشكل ده وتعالى شغل، هتلاقي ان ده بقى شكل الطقس معاك. كذلك انت ممكن ما تستخدمش الطقوس الجاهزة من كارلا، ولا انت تلعب في البارامترز اللي موجودة عن طريق السطور دي كده، ان انت بتكتب carla.wizardparameters وتفتح قوس وتبدأ تتحكم في الكلاودينس، في البريسيبيتيشن، في الصن التيتيود انجل اللي هي زاوية ارتفاع الشمس يعني. بحيث مثلا ان انا لو ظبطتها على الارقام دي وجيت اشغل، هتلاقي ان ده بقى شكلها معاك. تقدر انت تغير الارقام دي عشان تحصل على شكل الوزر اللي انت عايزه وشكل البيئة اللي انت عايزها يعني. ده كده بالنسبة للطقس. طب لو انا عايز اخلي الجو يبقى ليل، لو انت عايز الجو يبقى ليل خلاص، كل اللي عليك ان انت تخلي sun altitude angle ده برقم سالب، صفر او رقم سالب يعني. فمثلا ده كده ان انا اخليه سالب 10 ده مثلا كده، ده هيخلي لي الجو هنا ليل، بحيث ان انا لو فتحت كده زي ما انت شايف هتلاقي قلب ليل، والانوار كمان اشتغلت وكل حاجة اشتغلت، وكارلا تعتبر ايه علقت شوية، لاني في انوار شغالة وفي حاجات شغالة، فاللود زاد يعني. طبعا ايه ميزة بقى ان انت هتقعد تلعب في الوزر، تلعب في النايت مود او كده. الميزة ان انت عايز تجرب الموديل بتاع السيلف درايفنج اللي انت عملت له ترين، عايز تجربه على كذا بيئة مختلفة تشوف هيتصرف ازاي، او عايز تجمع داتا من بيئات مختلفة عشان تعمل ترين للموديل عليها باستخدام وزر مختلف، طقس مختلف، طقس يكون كومبلكس، طقس يكون مثلا منور قوي او مظلم قوي، فالبيئة بتحاكي الكلام ده وتقدر تساعدك في الكلام ده.